مشكلة أنا جيت المدام عندي البارح هنايا تولد ولدت عند على 7 شهر دراري ما كاملينش ولدت البارح بالفتيح ولدت 3 توام جوج ولاد وبنت درية دارو في قرعة والدراري جوج قالك ما عندناش فين نديرهم شوف فين نديهم هما خاصهم يداروا وأنا ما عنديش إمكانيات فين نديهم هما قالك لا ديهم شوف فين ديهم أنا ما عنديش دابا باقين فين ولدت البارح باقي ما هبطوهمش وباقين ما شلناها لا لأمهم لا الدراري باقين ما شلناهمش من البارح مع الخمسة ديال العشية مع شو ولدات لا ما شلناها لا هي لا الدراري والو اللي مشيت عندهم يخليك حتى واحد يخليك تدخل والحالة على قد الحال حنا عايشين وصافي الحمد لله لا ما عنديش أنا كو كان عندي أنا ما نجيبهمش هنايا السبيطار ديال الهاروشي كون أنا ديتهم الكلينيك علاش نجيبهم هنايا وكنطلب من الله ولكن شي محسنين يتكلفوا لي بالدراري ما باغيينش يوقع لهم شي مشكل هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى يديرهم تما بحال ولادهم لما داروا معايا حتى حل مشيت دابا قال لك سير لا شوف فين ديهم ضروري شوف فين ديهم شي سبيطار ولا شي حاجه وانا ما عنديش الامكانيات فاش نديهم على قد الحال انا عايش على قد الحال ماشي 3 راه الله يكون في العوار 3 المصاريف ديالهم راه شحال خاصه وانا كنطلب من الله من المحسنين اللي كيشوف فيا دابا يعاون لي ينقذ لي هذوك الوليدات تولدوا على 7 شهور سبعين